تونيزيانة تقدم لكم حكايات الفاميليا. مما طلبت سليم وقالت له جيب لها حار عظم وتبهريسة. فهم سليم المنيو كلمني ديريكتومون باش يمنعني. تصرف افطر البرة، المنيو في الدار مش حاجة. ياخي أنا كلمت هجورة. توت سويت هجورة كلمت بابا وقالت له كلمة السر. الفطور كالعادة، شوف كيفاش سلكها من غير ما تفضحنا. بابا يطلب ماما ويقول لها ريت ما هو هاكا الأولاد ماشيين ياكلوا بيتزا. أما استدعوني معاهم. أما كالعادة ماما تشلق بالخطة وتكلمنا واحد واحد وما تعلق كان بتتهنى علينا احنا جينا نفطر في الدار. مع الفوق في فاميليا نجم تسجل 4 نوامر تونيزيانا وتتمتع بخمس سوايع مكالمات بلاش ما بين بعضكم. للتسجيل اضغط على نجمة 114 دياز.